هذه الندوة هذه كتندرج في إشراك كل أطياف ديال المجتمع بصفة عامة في إشكالية التغيرات المناخية بصفة عامة. والموضوع اللي تناولته هذه الندوة هذه وهي الحكمة بالنسبة للتنمية المستدامة، وهو موضوع يعني شائك، لأن التنمية المستدامة هي لها مدلول وهي معرفة بالجمع بثلاثة مسائل: أولا حق الشعوب في خلق الثروات، في نفس الوقت الحفاظ على التوازنات البيئية، والشق الثالث وهو من لا أهمية بمكان وهو الشق الاجتماعي. إن كنعرف كل الكسر في المجتمعات الحالية فهو من جانب الشق الاجتماعي، يعني كيف يمكن التوفيق ما بين هاد الثلاثة ديال المحتويات. والإشكالية الثانية وهي شنو المقاربة بالنسبة للتدبير للتنمية المستدامة، لا من ناحية للمواضيع التي تطرح بإلحاح كإشكالية الماء، إشكالية الطاقة، إشكالية الأراضي، إشكالية التصحر، ولكن كذلك بالنسبة للمقاربة القطاعية التنموية. إذن فالجمع ما بين هذه المقاربات كيبقى رهين بالمقاربة الترابية، وهي اللي كتعطي المدخل الرئيسي بالنسبة للحفاظ على التوازنات ما بين هذه الإشكالية الثلاث. إذن فهذا الموضوع يطرح أساسا الوظيفة الأساسية بالنسبة للمؤسسات ولتدبير هذه التنمية المستدامة، ولكن في نفس الوقت لإشراك كل أطياف المجتمع لا فيما يتعلق بالتدبير الترابي المجال بصفة عامة، ولا فيما يتعلق بانخراط القطاع الخاص، لأن في نهاية المطاف القطاع الخاص له دور مهم جدا بالنسبة لبلورة كل القرارات التي تؤخذ على صعيد المفاوضات ما بين الدول، ولا كذلك الشق اللي يتعلق بالتماسك الاجتماعي. ومن خلال التماسك الاجتماعي فبطبيعة الحال كان هناك التضامن المجالي والتضامن الاجتماعي لخلق هذا التضامن ما بين الأجيال. المجتمع المدني عنده دور مهم جدا فيما يخص تشجيع وتطوير النموذج اللي كيتعلق بالتنمية المستدامة، وحنا كوزارة كنعتمدوا على هذا الأمر، وعندنا برامج متعددة مع المجتمع المدني، لا من جانب التحسيس، لا من جانب المساعدة، لا من جانب تقوية القدرات، لأننا كنأمنوا بلي المجتمع المدني عنده دور كبير بحكم التغلغل ديالو في المجتمع ككل، وبحكم الدور اللي لعبوه واحد الجمعيات اللي برهنات على الحرفيه ديالها والمهنيه ديالها فيما يخص التنميه المستدامه والتغير المناخي بالخصوص. اذا نحن اردنا ان يعني نساهم كمملكه في اطار يعني المشروع العالمي الذي يحضر له على الصعيد العملي بمراكش، فنحن مطالبون ان نجند كل يعني الفاعلين والمكونات يعني المجتمع المغربي من منظور المسؤولية المناخية المشتركة التي يعني يجب على الدولة بالفعل أن تتحمل مسؤولية إزاء القضايا والتحولات يعني البيئية، ولكن كذلك الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعلماء الذين ينشطون داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي. Et il s'agit d'abord de la réalisation et de la mise en œuvre des objectifs du développement durable promulgués au niveau des Nations Unies et qui sont au nombre de 17, qui traitent de l'ensemble des thématiques reliées au développement durable. Et nous allons traiter également de la gouvernance, c'est-à-dire comment mobiliser dans un cadre cohérent et articulé l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le développement, bien sûr dans le développement durable. Il s'agit des acteurs qui interviennent au niveau du pilier économique pour construire un modèle économique convenable. Et deuxièmement, il s'agit des acteurs qui sont les élus, qui ont un rôle extrêmement important, surtout dans la période actuelle où on parle de décentralisation, de déconcentration, etc. Et il s'agit également des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'environnement, avec toutes ses branches, l'eau, l'énergie, etc. Alors, la gouvernance consiste à mettre
si vous voulez dire, en harmonie, un petit peu l'ensemble de ces acteurs, d'abord pour unir leurs efforts, les harmoniser, et également économiser les moyens humains et les moyens matériels et le financement. Parce que plus on est cohérent, plus on est articulé, mieux on économise les facteurs de production, dont le financement en particulier, et mieux on peut réussir et surmonter les difficultés qu'on ne peut pas surmonter de façon individuelle.